عرفت ذلك، إنه اليوم الرياضي في ليزي تاون. أتساءل ماذا يفعل الجميع لكي يجهزوا. أهلاً إلى ليزي تاون، الأجمال في الكون. هنا روبي يخطط للشر، وسبورتاكس يسعى للخير، ستيفاني الرقيقة، لزيجي أفضل صديقة، مع بيكسل ستينجي وتريكسي أيضاً سيمرحون معاً. حيوية ونشاط، الحياة في ليزي تاون، لن تشعر معنا بالأحباط، ستفرح في ليزي تاون. اليوم الرياضي. أوه، مهلا مهلا. نعم، خبر سار جديد. أيها العمدة ميزويل، ما الذي تفعله؟ في الواقع فكرت في أنني إذا أصلحت الملعب الرياضي قليلاً فقد يهتم سكان ليزي تاون الطيبون أكثر باليوم الرياضي. خبر جيد، كنت أول من تطلعك عليه. مرحباً جميعاً. مرحباً. انظر إلى هذا الكتاب الجميل الذي وجدته، نجد فيه تاريخ ليزي تاون كله. هل تعرفون أن اليوم هو اليوم الرياضي في ليزي تاون؟ الكتاب عمره 100 سنة تقريباً ستيفاني. لكن ما هو اليوم الرياضي؟ في ذلك اليوم يتنافس الجميع في سباق كبير يجري في ساحة المدينة. أولاً يجب أن نركب، ثم نركب دراجة الرجل، ثم المزلجة، بعدها نتسابق بالدراجات، وأخيراً نركب لوحة زحلق لنعبر خط النهاية. ونحن لنفعل ذلك. هيا يا جماعة، يبدو الأمر مسلياً. بيكسل، أنت بارع في ركوب لوحة تزحلق. بارع جداً. واستنجي، لديك مزلاجان رائعان. عندي العديد منها. وتريكسي سريعة جداً على دراجة الرجل بسرعة البرق. وتصوروا لو يتبارى معنا سبورتكس، سنكون أفضل فريق على الإطلاق. تعتقدين حقاً أن سبورتكس سيكون في فريقنا؟ نعم، لسنا فريقاً قوياً. نعم نعم. لكن هذه السنة ستكون مختلفة. مرحباً جميعاً. سبورتكس مرحباً. عندي لكم أخبار سارة. وجدت جبلاً كبيراً مصنوعاً من الشوكولاتة. لا. وجدت جبلاً صغيراً مصنوعاً من الشوكولاتة. لا، إنه اليوم الرياضي، اليوم المفضل عندي. قلت لكم أن هذه السنة ستكون مختلفة، فلننطلق في الحال. يا جماعة، ألن تأتوا معنا؟ لا تقصوا بحسابي، لا. أنا أيضاً. وأنا كذلك. نفضل البقاء هنا لنعمل لا شيء. ونحن عندنا الكثير من اللاشيء نعمله، وقد يتطلب هذا وقتاً طويلاً، كما أننا لا نستطيع اللعب في الملعب الرياضي. يبدو كأنه مكب نفايات. رأيت العمدة تواً، وهو يصلح وضعه، إنه ينظفه. لابد من أنه صار جاهزاً الآن. حسناً، شبه جاهز. تحذير من كوانتم، أضرار في البوابة. العمدة، الملعب جاهز للسباق الكبير. هيا بنا يا أصدقاء، فلنجرب. من المتعب جدا أن أقرر ماذا سأرتدي. أنثوي جدا، ناعم جدا، قديم جدا. هذا للمبارزة. لا قافية هنا. ممتاز. أنا هنا.
ها؟ ماذا؟ يمارسون الرياضة في الملعب الرياضي؟ مهلا اللحظة. أجل أجل، أعرف كيف أوقف هذا النشاط الرياضي بشكل نهائي. سوف أشتري ذلك الملعب لحسابي الخاص. هذه الفكرة الكسولة 400 التي أستعملها لهذا الأسبوع. أجل أحسن. نعم. واو. إنه اليوم الأكثر حماسة برأيي. سيكون هذا السباق الأجمل على الإطلاق. وقع عند الإشارة لو سمحت. بالطبع. شكرا لك. والآن أخلو المكان في الحال. أنا مالك هذه الأرض وسوف أبني معملا كبيرا للوسادات المحشوة، وبالتحديد هنا. لا يمكنك فعل هذا. لا، هذه الأرض ملكي أنا. إنها لي. ماذا؟ لك؟ نعم، إنها ملكي أنا. أعني ملكنا. أجل عمدتكم اللطيف ومن حسن حظي باعني هذه الأرض منذ قليل وإمضاؤه عليها، لذا إنها لي الآن. لا، ليس مجددا. مهلا، نحتاج إلى هذا الملعب لليوم الرياضي. أجل، نريد أن نتنافس في السباق. حقا؟ أجل، ما رأيكم في هذه الفكرة؟ أنتم ستتنافسون ضدي، إذا ربحتم ستحتفظون بهذه الأرض، وإن ربحت أنا فسأبني معمل الوسادات المحشوة بالريش على هذه الأرض، وبالتحديد هنا. وعلى سبورتاكس أن يغادر البلدة إلى الأبد. لقد قلت إن على سبورتاكس أن يغادر البلدة إلى الأبد. إلى متى سيغادر البلدة؟ إلى الأبد. سبورتاكس لن يتركنا أبدا. صحيح. اتفقنا. سبورتاكس، هل ستغادر حقا؟ بالطبع لا يا أولاد، اهدأوا. إن عملنا كلنا معا نستطيع التغلب على رامي. بالضبط. يا أولاد، تريكسي أحضري دراجة الريش. ستينجي أحضر الزلاجات، وبيكسل نعم سأحتاج إلى لوحة تزحلق خاصة في الحال، وأنا سأحضر العمدة. ممتاز. ماذا عني أنا؟ زيجي نعم، عندي لك الوظيفة الأهم. نعم، أنت هو المسؤول عن حلوى الرياضة. نعم. حلوى؟ رائع، هذا رائع، لكن هل هو عمل جيد؟ إنه عمل جيد. حسناً، أنا موافق، سأتولى الأمر، أنا أحب أن أفعل هذا. مرحباً تريكسي. هيا أيها البطل، 1، 2. مرحبا. هيا ستيفاني. أنا بخير. أنا هنا، أعطني العصا هذه. إنها لي أنا. ستينجي لا، إنها لي. عد إلى هنا. ستينجي. كان هذا متعبا. كيف نبلي يا بيكسل؟ أظننا نبلي بلاء حسنا، لكننا لا نبلي بلاء حسنا. يا أولاد، كل ما نحتاج إليه الآن هو الطاقة الصحيحة. إنها معي هنا. أتذكر أنك أوكلت إلي وظيفة أن أكون المسؤول عن حلوى الرياضة؟ لا يا زيجي، طلبت منك أن تكون المسؤول عن حلوى الرياضة، وهذه ليست حلوى رياضة. بل إنها هي. انظر، هذه تركض ترى
وهذه تقفز وهذه تسبح إلى فمي. زيجي انتظر، انظر إلى هذا. تفاحة. واو. هذه هي حلوى الرياضة. هذه هي الطاقة الحقيقية. ستيفاني، بالطبع معي المزيد منها في جعبتي. خذ. أمسك بها. أجل رائع. إن أردت أن تكون قوياً تحتاج للطاقة. إن أردت أن تنط تحتاج للطاقة. لا شيء يشبه الطاقة. عليك أن تتحرك لترفع قدمك عن الأرض. هيا. عليك أن تجرب. فالطاقة أساس الحياة. الطاقة أساس الحياة. الطاقة أساس الحياة. لا شيء يضاهيها. عليك أن تتحرك ففي الحركة بركة. عليك أن تجرب. فالطاقة أساس الحياة. هكذا تفاحة، يظن أنه سيفوز إذا تناول أكلا صحيا. حان وقت الخداع. خداع. سبورتاكوس، ألا تأكل أبدا؟ أنت تعرف السكر؟ نعم. حسنا، في الواقع تناولت السكر من قبل، لكن احذروا ماذا حصل. أحببته كثيرا لدرجة أنك احتفظت به في كل مكان. لا. أنا أيضا. ماذا حصل؟ هيا أخبرنا. نعم، أصبت بانهيار السكري. واو. حصل لي هذا. هل أنت بخير؟ لقد سقطت أرضا، كما لو أن طاقتي كلها تلاشت. وهكذا عرفت أن السكر ليس للأبطال الخارقين. هذا التفاح لذيذ جدا سبورتاكس. تريدني أن أقطف المزيد؟ فأنا المسؤول عن حلوى الرياضة. إنها فكرة ممتازة زيجي، لكن يجب أن نسرع. حسنا يا جماعة، سيبدأ السباق بعد قليل. اذهب يا زيجي، أسرع. نعم نعم، أنا ذاهب أنا ذاهب أنا ذاهب. أنا المسؤول عن حلوى الرياضة. أنا المسؤول عن حلوى الرياضة. لا يعقل أن يكون هذا حقيقياً. حلوى الرياضة. أنا المسؤول عن قطعة من حلوى الرياضة. واو، إنها الوظيفة المناسبة تماماً لصانع الحلوى المزيفة 3000. إنه يحول السكر إلى أشياء صحية في ثانية واحدة. قطعة الحلوى الأولى. الثانية سأضعها كلها. التفاحة إلى الخارج. هذا ممتاز. ليتني أجد تفاحة شهية وكبيرة تلمع من أجل صديقي العزيز سبورتاكس. واو، تفاحة كبيرة. واو، إنها أكبر تفاحة رأيتها في حياتي، وهي تطير. سبورتيكس سيحبها كثيرا. ما كنت لأكون واثقا أيها المغرور. سيداتي سادتي، حان وقت افتتاح اليوم الرياضي الكبير في ليزي تاون. سيزودكم هذا الجهاز بمعلومات عن السباق. نعم، السباق هنا، وهو يشمل الراكت وركوب الدراجة ولوحة التزحلق. هذا يبدو جيداً.
يا أولاد، هل رأيتم زيجي؟ أحتاج إلى تفاحة أخرى قبل السباق. سبورتاكس، سبورتاكس، ها هيا إجهزة. ماذا يفعل؟ إجهزة واستعد، هيا انطلقا. هيا انطلق. كم هذا مشوق. الاتجاه خاطئ. سبورتاكس سريع جدا، كيف يفعل؟ أرأيت يا روبي، سبورتاكس يسبقك بكثير. أليس هذا مشوقا؟ انظروا سبورتاكس، التقطها. شكرا زيجي، أحسنت. أوه، وقع سبورتاكس. سبورتاكس وقع فعلا. ما الذي فعلته؟ هذه تفاحة من السكر. سبورتاكس، سبورتاكس هل أنت بخير؟ أنا مصاب ب... 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 الوقت الآن ليس مناسباً للمزاح. إنه لا يمزح تريكسي، يشكو من خطب النار. لا سوف أخسر السباق، لا يمكن أن يحصل هذا لأفضل فريق في العالم. لا يمكننا أن ندع روبي يفوز. زيجي انطلق بالعصا، نحن سنبقى هنا. روبي روتن في الطليعة، هذا لا يجوز. ما الذي فعلته؟ ما الذي فعلته؟ انطلق الصغير بسرعة. إكسل، فلنوصل الكمبيوتر بسبارتاكس، يجب أن نعرف ما أصابه وبسرعة. حسناً، سأشغل برنامج تفحص جراثيم سبورتاكس، سيعود إلى طبيعته في لحظات. استنجي، أحضر القليل من الماء. على الفور. تريكسي أنت التالية، جهزي دراجة الري. حاضر. هيا انطلقي. كيف كانت التفاحة؟ بعد اللفة الأولى صار روبي روتن في الطليعة. لم أعد أحمل هذا. هيا أسرع. هيا 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 بسرعة. انتبه جيدا إلى الكلل. روبي أنت شخص فاسد حتى العام. هذا ليس منطقيا، بحسب الكمبيوتر يجب أن يقف سبورتاكس ويركض. ها؟ أنا أعرف، أنا أعرف ماذا حصل لسبورتاكس. الذنب ذنبي أنا. زيجي ماذا فعلت؟ لا تقل لي، هل أطعمت سبورتاكس سكرا؟ روبي في الطليعة، أين هما هؤلاء الأولاد؟ أنا الرقم واحد. ستينجي يا ستينجي. استعد يا ستينجي. انظروا الى هؤلاء. هيا اعطيني العصا، اعطيني العصا. هيا 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 هيا. يا جماعه يا جماعه، هل تحسن سبورتاكس؟ لا، زيجي اعطى سبورتاكس تفاحه من السكر فاصيب بانهيار السكري. اعرف، لا تزيدي عذابي. مهلاً، ربما لم يكن زيجي المخطئ، اكتشف كوانتم مصدر التفاحة المزيفة. إنه صانع الحلوى المزيفة 3000، إنه خلف علبة البريد تلك. قمت بتشغيل الجهاز الرقمي المكبر، أرى كلمتي روبي روتن مكتوبتين على الآلة. والحلوى تعني سكر، هذا يفسر كل شيء. لا يا جماعة، انظروا هناك. أنا الرقم واحد. روبي روتن في الطليعة بفارق كبير، وحدها المعجزة قد تنقذ أحبائنا الصغار. روبي روتن تعب لكنه في الطليعة. لا شيء نستطيع فعله. هناك شيء، علينا أن نعطي سبورتاكس تفاحة حقيقية. هذا سيعيد إليه طاقته. وأنا أعرف أين أجد واحدة. أسرع، أحضرها. سوف أحضر واحدة. نعم. اللفة الثانية ولا يزال روبي روتن في الطليعة. أحتاج إلى التفاحة الكبيرة. النجدة. حصلت. هيا سيدي، هيا أسرع. أجل ستيفاني، التقطيها. سبورتاكس.
رائع. مهلا، ماذا حصل؟ التفاحة الأخرى كانت فاسدة. حقا؟ نعم، فاسدة تماما كرومي. شكرا جزيلا يا جماعة، عندي سباق لأنهيه. انطلق سبارتاكس. ستينجي يمكنك أن تنجح. هيا هيا. سبارتاكس عاد مجددا. لكن هل أنا؟ أعطيها لسبارتاكس. ولن أعطيها لأحد. لكن ستينجي أنا في فريقك. فريقي أنا؟ أجل. لا بأس، لكن عدني بأن تعيدها إلي. سوف أعيدها. اتفقنا. هيا هيا سبارتاكس، أركض أركض بسرعة. روبي صار في اللفة الثالثة. انظروا إلى هذا، إنه يركض أسرع من روبي بمرتين ونصف. هذا رائع. ها هو بطلنا سبارتاكس، إنه يركض كالريح. هيا 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 هيا. ستيفاني لو حط زحلق. ما هو سبارتاكس؟ هل سيلحق به؟ أنا لا أرى السباق أيها العمدة. وهو يرتفع في الهواء. هيا هيا بطلنا سبارتاكس. ماذا؟ سيداتي وسادتي العمدة ميزوال. شكرا سيدتي الجميلة، أقدم إليكم هذه الكأسة لكونكم أبطال اليوم الرياضي. والأفضل من ذلك أن سبارتاكس سيبقى في ليزي تاون إلى الأبد. حان وقت النهوض. إلى الليزي تاون، الأجمال في الكون. هنا روبي يخطط للشر وسبورتاكس يسعى للخير. ستيفاني الرقيقة، ليزيجي أفضل صديقة.
مع بيكسل ستينجي وتريكسي أيضا سيمرحون معا. حيوية ونشاط الحياة في ليزي تاون، لن تشعر معنا بالأحباط، سنفرح في ليزي تاون. الفاشل. ستيفاني، لما لست في الخارج تلعبين؟ لدى ستينجي كرة قدم جديدة ويرفض تشاركها مع أحد. إنها لي. وبيكسل يريد أن يلعب كرة القدم فقط على حاسوبه. أوه، من أين أتى؟ التقطها، التقطها. وزيجي يأخذ قيلولة بعد الفطور كي يجوع عند موعد الغداء. لا أحد في الخارج يلعب. هذا حقا فظيع. أعرف أحدا يمكنه المساعدة. انتظري قليلا هنا. أستطيع دائما الاعتماد على سبورتاكوس. أحتاج إلى مساعدتك العمدة. لابد من أن الأمر مهم. سأذهب في الحال. سيدي العمدة، ما هي المشكلة؟ طوفان؟ لا. حريق؟ لا. هزة أرضية؟ لا. عواصف رعدية؟ في الواقع المشكلة هي أن أحداً لا يريد الخروج للعب. ماذا؟ هذا فظيع. أنت محق. لا أحد يلعب في الخارج. أتذكر حين علمت الأولاد كيف يلعبون كرة القاعدة وكل ما أرادوه هو أن يركضوا نحو القاعدة؟ ربما تستطيع أن تشعرهم بالحماس اليوم بتعليمهم كرة القدم. حقاً؟ ستيفاني تحب كرة القدم. حسناً، أنا أعرف حركة رائعة. هذا مذهل. عرفت أنني أستطيع الاعتماد عليك. اتبعني. من هنا سبورتاكوس. أعلن هذا اليوم يوما مميزا، هو أن يكون هذا اليوم. تدا. من الأفضل أن أذهب وأتمرن على حركتي. لا أريد أن أخيب أمل ستيفاني أو أي أحد آخر. لو لم يكن ذلك الرجل غير المفيد العطوف الرياضي موجوداً لبقي الجميع كسولاً في بلدة ليزي، ليزي تاون. S B O R سبور. إنها سبور. لا، إنها سبور. تاكل كل لاكل سبورتاكل سبورتاكي سبورتاكل سبورتاكولر سبيكتاكل. أوه، إنه ذلك اليوم. كان يومي الرياضي المفضل قبل أن يأتي سبورتاكوك إلى البلدة. أذكر تماماً ذلك اليوم حين كانت الألعاب عبارة عن مسابقات في أكل الفطائر والغطس في شراب الشوكولاتة. هذا لا يهم، قريباً سيصبح بطل البلدة فاشل البلدة. بفضل اختراعي الجديد والمدهش جداً. مرحباً بالجزمة المجنونة الرشيقة 6000. أنت جميلة جداً. اختراعي المبهر المبهر المبهر. أعلى أسفل أعلى أسفل. سبورتاكوس سوف يفشل. حان الآن جزئي المفضل. إنه وقت التنكر العالمي. سا
سخيف للغاية، قمري للغاية، ها ها. وهذا طفولي للغاية، ها ها. هذا زي هو الأفضل، ها ها ها. ممتاز، ها ها ها. الحان الوقت. نعم الحان الوقت. ما هو الوقت الآن؟ 14 ثوان على آخر مرة سألتني فيها. آسف، لكنني لا أستطيع الانتظار حتى أرى مخاطرة سبورتكس الجديدة. الحان الوقت. لا. إذن كل عام يقوم سبورتكس بمخاطرة رياضية؟ نعم بالضبط، وهذا في اليوم الرياضي المميز. نعم، السنة الماضية قام بمخاطرة رائعة كانت تقريبا إلا أنه لم يقع على وجهه. أوه، إنه العمدة. سيداتي وسادتي، سأشغل التلفاز. سوف يبدأ اليوم الرياضي المميز. سيقوم سبارتاكس بخدعة رياضية مذهلة. هل هذا يعني؟ لقد حان الوقت. رائع. واو واو. أنا بخير. مرة أخرى. أنا مستعد. مرحبا يا سيدي، أنا أدعى روبيو، أنا بائع متجول كفيف. أرجو المعذرة، أنا مستعجل. أوه. أوه لا 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 لا. هل قلت يوما لنفسك عجبا جزمتي مغطاة بمادة لزجة ورائحتها كريهة؟ هل فكرت في هذا؟ لا. والآن هل قلت يوما لنفسك عجبا جزمتي مغطاة بمادة لزجة ورائحتها كريهة؟ اسمع علي أن أذهب بسرعة. حسنا، دعني أنظف لك جزمتك أولا بواسطة منظف الجزمات 6000. الجزمة من فضلك. جزمة. سأخفي الجزمة الحقيقية وأعطيه الجزمة المزيفة. تفضل، إنها لك يا سيدي. شكرا وحظا موفقا. ستحتاج إليه. الوداع أيتها الجزمة. الوداع سبورتاكس. سبورتاكس. مرحبا ستيفاني. أنا أشعر بالحماسة، الجميع يتكلم عن المخاطرة الكبيرة التي ستؤديها. نعم أعرف أعرف. أتشعر بالتوتر؟ نعم قليلا فقط. تعلمين أحيانا عندما تريدين أن تجربي شيئا وتقومي به بطريقة جيدة تشعرين بالألم في معدتك. ستقوم بعمل رائع. شكرا ستيفاني، لن أخذلك أبدا. هنا. أهلا بكم جميعا في اليوم الرياضي المميز. أرجوكم رحبوا ببطل البلدة المذهل سبارتاكس. سبارتاكس. ما هي المخاطرة الرائعة التي ستقوم بها سبارتاكس؟ شقلبة سريعة وركلة. نعم، شقلبة سريعة وركلة. نعم نعم نعم. بيكسل الطبور رجاء. حسنا. بيكسل الطبول رجاء. لا 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 لا، ليس هذا النوع من الإيقاع، بل الإيقاع التشجيعي رجاء. صحيح، هذا أفضل.
لا أستطيع الانتظار. ها هو. حسنا. مشكلة. حركة قدمين متقنة، غير معقول. لا بأس. لقد وقع. لا، لقد وقع سبارتاكس. ما به؟ لا. آسف أيها العمدة، فقدت السيطرة على قدمي. هذا فظيع بالفعل. لا أستطيع التحمل. انتبه. لا، الذي يجري. سبارتاكس، حاول أن توازن نفسك. نعم، حاول. ليس مجددا. ما المشكلة؟ هل هذا جزء من المخاطرة؟ مستحيل، هناك مشكلة بالتأكيد. ماذا ننتظر إذن؟ هيا بنا نساعد. هيا اذهبوا. بعدما أزحت سبارتاكس عن طريقي، أظن أن البلدة بحاجة إلى بطل جديد. ربما كان هذا جزءا من المخاطرة. نعم صحيح، ربما. اثبتي. سبارتاكس، ما المشكلة؟ يبدو وكأنني لا أستطيع السيطرة على قدمي. هناك دائما حل ما سبارتاكس. لقد وجدتها، جرب هذا. إن لم تجري الأمور كما كنت تحب، حاول قلب المشكلة رأسا على عقب. لا نفع من البكاء، حاول ولا تستاء، لأنك سوف تكتشف أنه هناك حل. للغاية، لا يمكنني أن أصمد. لابد من وجود شيء آخر أستطيع فعله. لقد وجدتها. لما لا تستعمل يديك؟ هذا هو الحل. هناك دوما حل، ثق بقدراتك. هناك دوما حل، العمدة. سألحق بك. دم دم. أي
أيها العمدة، رحب ببطل البلدة الجديد ليزيكس. روبي روتن، لكنك لست بطلا. بل أنا كذلك، لدي حرف على صدري وقبعة أنيقة وغطاء طاولة. رداء. حسنا، لا بأس، إنه غطاء طاولة، فأنا لم أجد رداء لكنه يشبه الرداء تماما. إذن ما رأيك؟ لا أعرف، ربما يعود سبارتاكس إلى هنا. سبارتاكس؟ أتقصد صاحب القدمين المجنونتين الذي يمشي هكذا؟ لا، لم يعد بطلا بعد الآن، لقد أخفق في مخاطرته الكبيرة، ألا تذكر؟ حسنا، أنا آسف لونيكس، أنا فقط أنا أدعى ليزيكس. إذن ما الذي علي أن أفعله لأكون بطلاً هنا؟ حسناً، أدي مخاطرة في اليوم الرياضي المميز، هذا ما يفعله سبارتاكس دائماً. هذا ما يفعله سبارتاكس؟ حسناً، لا مشكلة، تراجعوا. حسناً. تدا! شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا جزيلا لكم. هذا كل شيء؟ فرقت رجليك؟ لربما لم أتقن هذه الحركة، لكن عليك أن تعترف بأن أسلوبي كان رائعا، وبما أن سبورتاكس قد رحل، أنا هو خيارك الوحيد. أنا هنا لأعلن نفسي أمام الملأ. يستطيع سبارتاكس أن يمشي على يديه. هذا صحيح. إنه يمشي على يديه. لقد نجح في ذلك. أحسنت سبارتاكس. هذا مذهل. أجل، أحسنت سبارتاكس. إنه الأفضل. رائع. هذا رائع جدا. نعم. والآن اذهب وانضم إلى السيرك، لأننا منشغلون هنا. إلى السيرك. لكن المشي على اليدين مذهل فعلا. نعم. ألا يمكن أن تكون هذه مخاطرة اليوم الرياضي المميز أيها العمدة؟ نعم. أجل. تبدو لي هذه حركة رياضية بامتياز. نعم. سبورتاكس، لما لا ترين مخاطرتك المذهلة؟ هيا قم بها. أشعر بوجود خدعة ما. الجزمة الرشيقة 6000، رائع، لكنها خدعة سيئة. والآن تنح جانبا ودع البطل الحقيقي يقوم بعمله. ما الذي يجري؟ وقف على قدميه. أستطيع الوقوف، لكن أين جزمتي؟ ها هي. انتعلها. انتظر. سبورتاكس، لا تنتعلها. روبي، لما لا تنتعلها أنت؟ أنا؟ حسناً، لا شكراً. افعل هذا إلا إن كنت خائفاً. أنا خائف؟ أنا؟ إنه ينتعلها. ما من مشكلة في هذه الجزمة أبداً. ماذا؟ الوداع روبي. رائع. Ah!
لابد من أن تلك هي جزمة سبورتكس الحقيقية. مهلاً، هذه جزمتي. لقد عادت جديدة. فعلاً. نعم. أرنا ما لديك الآن سبورتكس. واو. واو. شكراً لك. واو. التقط. شكراً. مستعدون؟ ركلة. هذا رائع. هذه مخاطرة رياضية مذهلة. شكرا لك ستيفاني. نعم. أنت بطل. بين بين ديجي ديجي دان. كلمة غريبة أغنيها أغنيها. بين بين ديجي ديجي دان. كلمة أجهل معانيها. تعالوا لنرقص كلنا. الحركة تفيد جسمنا. واو رائع. إلى أعلى ونطى نستدير بعدها نصفر نصفر. إلى أسفل نستدير غايتنا أن نتسلى. أوه هيا تعالى نستدير ونصفق معا. إلى الليزي تاون. الأجمال في الكون. هنا روبي يخطط للشر وسبورتاكس يسعى للخير. ستيفاني الرقيقة لزيجي أفضل صديقة. مع بيكسل ستينجي وتريكسي أيضا سيمرحون معا. حيوية ونشاط الحياة في الليزي تاون. لن تشعر معنا بالأحباط. سنفرح في ليزي تاون. أهلا بكم في ليزي تاون. هذه ليلي إنها لذيذة. ستينجي هيا أعطني بعض الفوشاة. كنت أود إعطائك هذه الحبة لكنها لي أنا. ستينجي أعطني القليل من الفوشاة. ماذا ماذا؟ انتهت اللعبة. إذا ماذا سنفعل الآن؟ كما نفعل دوما نلعب مجددا. أجل أجل لم تصدقي أبدا ما قالته لها. أيها
العمدة مينزويل، من فضلك. سيدتي الجميلة، سامحيني أرجوك. لم تحمل ريشة التنظيف؟ بصفتك عمدة ليزي تاون، يفترض بك تفادي المشاكل ولا افتعالها. ستصل اليوم قريبة ستيفاني لتسكن معي. انظري، هذه صورتها. هذه هي، إنها جميلة جداً. نعم، لكنك لا تعرف شيئاً عن تربية الأولاد. وماذا هناك لأعرفه؟ يبقون في المنزل ويلعبون ألعاب فيديو. توجه إلى هناك، توجه إلى هناك. ويأكلون السكاكي. نعم صحيح، ما ذلك؟ تحتاج إلى المساعدة، سجل عندك، لأن أمامك الكثير لتتعلمه. الأولاد يحتاجون إلى الكثير من الاهتمام وإلى الراحة أيضاً. الأولاد يحتاجون؟ إلى ما قلت إنهم يحتاجون؟ إلى الكثير من الاهتمام. نعم نعم. يامي. حسنا، لنختلس النظر. ممتاز، هذا تماما ما خططت له. انا روبي روتن العبقري. ليزي تاون هي البلدة الأكثر كسلاً في العالم كله، وأنا سأبقي الوضع هكذا. تعمدت فعل هذا. متى ستصل؟ يا أهل الهول، ستصل في أي لحظة. لقد وصلت. مرحبا عمي ليزي. انا مسرورة بوجودي هنا. وانا سعيد بوجودك هنا، سنمضي وقتا ممتعا. كيف كانت الرحلة؟ كانت جيدة، احب ركوب القطار. هيا معي الى غرفتك. ساحمل لك الحقائب. لا بأس، انا احملها. فتاة قوية. لا، قد يسبب هذا مشكلة. اجل. انا مسرور جدا لانك جئت. واو عمي، منزلك جميل، أظنني سأحب المكان هنا. أجل، ما هذه الرائحة؟ يا للهول. يا للهول. يا للهول، كنت أخبز كعكة لبيزي بادي، لكن انظري إلى الفوضى التي أحدثتها. لما لا أريك غرفتك؟ ارتاحي واعتبري نفسك في منزلك. لست تعبة. حقاً؟ حقاً، في الواقع كنت آمل أن ألعب الآن. حسناً، تفضلي. ورق لعب. صيفاً ممتعاً. هل تستمتعين بوقتك؟ أعطني مجموعة أخرى من الأوراق وسأبني ناطحة سحاب. كعكتي. يا للهول. هذه كعكة رائعة عمي. فعلا، أليست جميلة؟ إلى أين ستذهبين؟ كنت سأخرج لأجد أولادا يلعبون. أولاد يلعبون في ليزي تاون. نكتة جيدة. لا أحد يفعل هذا. ماذا؟ لا حقاً، لا أحد يلعب في الخارج. ماذا لو حصل أمر سيء؟ ماذا لو لعبت كثيراً فشعرت بالتعب؟ سأخرج الآن لألعب. أرجوك، أرجوك، كوني حذرة. من تكونين أنت؟ وهل معك سكاكر؟ لا، أنا ستيفاني، يعجبني زيك. أنا زيجي وأحب السكاكر. أرى هذا بوضوح. أين
يلعب الأولاد في ليزي تاون؟ الأولاد؟ أين يلعبون في ليزي تاون؟ هذا مضحك ستيفاني. ماذا؟ لا، أنا جادة. أين هم الأولاد؟ وأين يلعبون؟ من هي هذه؟ وعما تتكلم هذه الفتاة؟ ها؟ لا أحد يلعب في ليزي تاون؟ من الاثنين إلى الجمعة نشاهد بيكسل وهو يلعب ألعاب الفيديو وأنا أتناول السكاكر. وتريكسي تأخذ سكاكري وتخبئها. وستينجي لديه الكثير من السكاكر لكن لا يعطينا منها. وأنا أنا أكل الكثير من السكاكر. هذا كل شيء؟ حسناً، أحياناً نأكل الكعك. نعم، تناول الكعك جيد أحياناً. لكن ألا تلعبون؟ لا، لا أحد يحب اللعب هنا. إلى منزلك. شو، عودي إلى منزلك. مرحباً، عودي إلى منزلك. ما من لعب هنا. نلعب؟ إن لعبنا فمتى سنأكل السكاكر؟ أوه، هذا مهم. مهلاً، إنها تتحدث إلى زيجي. هو لا يهتم إلا بالسكاكر. إذن لا مشكلة أبداً. كان هذا وشيكاً. تريدين لقاء الأولاد الآخرين؟ نعم، بالتأكيد. حسناً، إنهم على مقربة من هنا. ماذا؟ إلى أين هما ذاهبان الآن؟ لن أخسر. يا جماعة، احذروا شيئاً. ليس الآن زيجي، أنا منشغل. لكن أنا أريد أن أقدم لكم شيئاً. زيجي، قلت إنني ولكن بيكسل، ما بك؟ لقد خسرت. لا بأس. لا أصدق. حقاً؟ حقاً؟ مرحباً، أنا ستيفاني، قريبة العمدة. أنا من بلدة أخرى. وماذا تحملين؟ طابة كرة قدم. هل تريدون اللعب؟ هذا ما نلعبه يا صاحبة الشعر الوردي. لا، ليس على الشاشة بل في الخارج. ألا تلعبون أبداً في الخارج؟ لا. لكن اللعب في الخارج مسلٍ. نركض تحت أشعة الشمس في الهواء الطلق ونركل الكرة. الهواء الطلق؟ نعم. ماذا؟ ألم تركل طابة كرة قدم من قبل؟ لا أبداً. ولا حتى كرة بيسبول؟ لا. هيا بنا، الحقوا بي. حسناً، هيا سنتبعك. ألم تقفزوا بالحب؟ لا 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 لا. ألم تلعبوا الكرة؟ لا 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 لا. ألم تقفزوا؟ لا 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 لا. ألم ترقصوا أبداً؟ لنجرب الحب بهذه السرعة؟ إلى الأمام والخلف. هذا غريب. اضربوا الكرة بالرأس. يمكنني أن أفعل هذا. لحظة، وقت مستقطع. اسمع الإيقاع. أتعمين على هذا الشكل؟ صفق بعدها تحرك. عليكم أن تسمعوا لي في الحياة الكثير من الألعاب. تشعركم بالسعادة، تنشط أجسادكم. هيا تعالوا كي نلعب الكثير من الألعاب. تشعركم بالسعادة، تنشط أجسادكم. هيا تعالوا كي نلعب معا. هيا يا جماعة، انظروا إلى هذه الحركة الرائعة. ركلة موفقة. إنه روبي راتن. أجل، من يكون؟ إنه الشاب الأكثر كسلاً ونكداً وشراً في كل أنحاء ليزي تاون. شكراً لكم، تطلب هذا مني سنوات من التمرين. إذن ما هذا الشيء؟ إنها طابة، كنا نلعب. تلعبون؟ نعم. تريد هذا؟ نعم 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 نعم. إن أعطيتك إياها، فهل ترحل عن هنا؟ سبق أن رحلت. انظروا ماذا أحمل معي أيضاً. لعبة فيديو جديدة. سمعت أن فيها 5000 مرحلة. 6000 بالإضافة إلى مرحلة إضافية. على
علي أن أعود إلى المنزل الآن. علي بالمناسبة إنها لعبتك أنت. مهلا، عد إلى هنا، إنها لي. أتعرفين كيف يكون صوت طابة تكسر الزجاج نافذة؟ أتريدين أن تسمعي؟ نعم. هذا رائع. أنت لم يبقى أمامك فرصة، لذا لما لا تجلسين صامتة ولا تفعلين شيئا كفتاة لطيفة؟ هل شعرت بالحزن؟ هل افتقدت الأصدقاء؟ هل شعرت بالوحدة؟ لا أريد سوى أن ألعب. يا مفكرتي العزيزة، هذا أول يوم لي في ليزي تاون. المكان هنا غريب الأطوار. أتريدين الكاكاو الساخن؟ لا شكراً عمي ميلفورد. ما بالك يا عزيزتي، تبدين حزينة جداً. أنا مسرورة لأنني سأبقى معك هنا. حقاً، لكن ليزي تاون إنها تعم فيها الفوضى بعض الشيء. أتظنين ذلك؟ ربما علي إذن أن أنظفها قليلاً. فكرة جيدة، فأنت العمدة. أتعرفين؟ هذا صحيح، سوف أقتلع الأعشاب الضارة وأصلح السياج. هناك عمل كثير، لكن المشكلة الحقيقية هي أن الأولاد لا يلعبون خارجاً في ليزي تاون. حسناً، لا أستطيع أن أغير ذلك. كانوا يفعلون هذا في السابق ولكنهم توقفوا. لا أريد أن أبقى طوال اليوم في المنزل ألعب ألعاب فيديو. أتعرفين؟ قد يكون هناك من يساعدك. حقا؟ أجل، أذكر قصة عن بطل جاء من جزيرة في بحر الشمال، لم أعد أتذكر اسمه، لكنه كان يحمل على صدره الرقم 9 وكان يتحرك دائما وطوال الوقت. سويش سويش سويش. كما أنني أعتقد أنه بطل خارق. بطل خارق؟ أجل، يعيش في مركبة فضائية، وللاتصال به نكتب رسالة ونرسلها في أنبوب عبر علبة البريد. واو، هل يمكنني أن أرسل إليه رسالة؟ لا أعرف إن كانت هذه الطريقة لا تزال تعمل. أظنني أحتفظ بالأنبوب في مكان ما، سأذهب لإحضاره. أين هو؟ ها هو؟ لا، هذا يستعمل لتزيين الكعكة. سأعود على الفور. تفضلي عزيزتي. شكرا. غير معقول، لا تفعلي هذا أيتها الصغيرة، لا، سوف تتسببين بالمشاكل. لا. لا 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 تفعلي، لا 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 تفعلي، أرجوك لا تفعلي، أرجوك أعمل. لا 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 تشدي، لا 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 لا. وصلني بريد، أتساءل ما فيه. أحتاج إلى المساعدة، لا أجد أحداً ألعب معه في ليزي تاون. ستيفاني، سمعت بليزي تاون من قبل، ها هي كانت مكاناً يحلو فيه العيش، وهي الآن بحاجة إلى المساعدة. حسناً، المساعدة في طريقها إليك. حسناً، إن كانت ستيفاني تحتاج إلي فأنا ذاهب إلى ليزي تاون. حسناً، هيا بنا. ها! سأدخلك هكذا وأرميك الآن. أظن أن أحداً لن يأتي. ربما لم تعمل، ربما هو في عطلة. هل
ربما لم يعد يمارس مهنة البطل الخارق أبداً. ما هذا؟ ماذا؟ غير معقول. المساعدة في طريقها إليك. لا، أنا الرقم 10. أدعى سبورتاكس. أنا ستيفاني، يسرني لقاؤك. واحد آخر؟ هل أنت بطل خارق؟ لنقل إنني بطل فوق المستوى العادي بقليل. إنها لي أنا تريكسي، ارحلي عن هنا. هذه اللعبة تتطلب لاعبين ستينجي. لا، إنها لي، كلها لي أنا. حسناً، إن كنت مصراً. ما هذا الشيء؟ إنها باللورة، أحدهم في ورطة. أسف، علي أن أذهب. أوه لا، هيا ارحلي، هيا. سأمسك بك، لا تطلع. شكرا لك. شكرا جزيلا لك. هل أنت بخير؟ انتبه أكثر في المرة القادمة. المزيد من المتاعب. جيد. هل ترين شيئا؟ هناك. انتبه، انتبه. هل أنت بخير؟ شكرا. لن أسمح له بإفساد ليزي التعون. سأعالج الأمر. والآن حان الوقت لوضع حد لسبورتا كوكا إلى الأبد. فخ لسبورتا كوك. هنا. ملاحظة لي. نعم، موعد للتسريح. إنها سيدة جميلة، سوف تفسد الفرق. إنه يوم رائع بالفعل. إنه يوم رائع. آية في الروعة. ليس هناك. عمي، أحدهم عالق في حفرة. عالق في حفرة؟ إنني لا أفهم. لا تزال تلمع. أنا لا أرى أحداً. أرسل النجدة على الفور. سيدتي الجميلة، أحضرت لك عوامة. أحضرت كعكة. شكراً جزيلاً. شكراً لك. أعددتها خصيصاً لك. علينا أن ننقذها. حسناً، تراجع. سأرمي العوامة فوق الغصن. حسناً. أحسنت رمية رائعة. أنزليها أكثر، أكثر. لقد أمسكت بها. ظهري يؤلمني. مستعدة؟ تمسكي جيدا. هل أنت بخير؟ أنت بطلي. أسرني مساعدتك. نعم رائع. وأنت أيضا. يا للهول. بصفة عمدة ليزي تاون، أود أن أشكرك رسميا على عملك البطولي. شكرا يا رقم 10. أهلا بك، وأرجوك ادعني سبورتاكس. سبورتاكس؟ ما هذا الاسم؟ أتعرف شيئاً؟ بدأت أشعر بأن ليزي تاون بلدتي. أنا أيضاً. هل ستبقى؟ هل ستبقى؟ هل سيبقى؟ أظنني سأبقى. سيبقى؟ لا. سنساعدك. لا أحد كسول في ليزي تاون. أجل. هيا. بينج بانج ديجي
لنرقص كلنا، الحركة تفيد جسمنا. رطن. لن يغلبني مهووس بالرياضة وفتاة صاحبة شعر وردي. سوف أمنعهم لو كان هذا آخر عمل في حياتي. عندها ليزي تاون ستبقى كسولة إلى الأبد. إلى الليزي تاون، الأجمال في الكون. هنا روبي يخطط للشر وسبورتاكس يسعى للخير. ستيفاني الرقيقة، لزيجي أفضل صديقة. مع بيكسل ستينجي وتريكسي أيضا سيمرحون معا. حيوية ونشاط، الحياة في الليزي تاون. لن تشعر معنا بالأحباط، سنفرح في ليزي تاون. روتن بيرد. الباب. ستيفاني في مأزق؟ نعم، وسحقت سمكة القرش خاصتي. أوه، القرش الصغير. أنا آسف. ظننت أن ستيفاني في مشكلة كبيرة. لا لا عجب في أن باللورة لم تصفر. كنا نلعب لعبة القراصنة سبورتاكس. نعم، ستيفاني في اللباس الزهري على الخشبة. بعد أن تصل إلى نهايتها ستلحقون بها أيها اللصوص الوضعاء. من نصبك لتكون الكابتن؟ أنا لدي ببغاء، ببغاء صغير، إذا أنا يجب أن أكون الكابتن. نعم. لا، أنا لدي خطاف. لديها خطاف. حسناً، أنت المسؤولة. حظا موافقا يا شباب، لكن لا تغرقوا الكثير من السفن. حسناً، إلى اللقاء. هيا امشي. هيا هيا هيا.
الأولاد البغضاء مجددا. ضجة ضجة ضجة، لا شيء إلا الضجة. آها، للشاحنات، للطائرات، للصواريخ، أوه للأولاد. لا شيء ينفع إطلاقا. تجديف تجديف تجديف. يقول قصنزدي: أعطوني جميع غنائمكم. عندما أقول غنائم أقصد حلوى. في حالي كنتما لا تعرفان هذا. خذ هذا. زيجي، هل توقفت عن تحريك البالون في وجهي؟ لكننا نلعب لعبة القراصنة. قراصنة؟ هل قلت قراصنة؟ نعم قراصنة. هل كنتم تعلمون أن قرصانا حقيقيا كان يعيش في ليزي تاون؟ قرصان حقيقي في ليزي تاون؟ أجل، هل كان يأخذ الأغراض ولا يعيدها؟ وهل كان زعيما ويملك سيفا؟ أجل أجل، القصة الكاملة موجودة في كتاب تاريخ ليزي تاون الكبير في مكتبي. أرجوك هيا بنا لذا. أجل، ها هو أيها القراصنة الصغار. حسناً، منذ سنوات عديدة أبحر القراصنة بالبحار السبعة. كان هناك قرصان يدعى روتن بيل. كان يجوب ليزي تاون ويدخل إلى كل منزل ويأخذ كل ما يريد. ماذا؟ هل كان يأخذ كل ما يريد؟ الشيء الوحيد الذي لم يأخذ هو حجر ليزي تاون المشهور. حجر ليزي تاون؟ مكتوب على ذلك الحجر سر العيش في ليزي تاون. ماذا؟ سر؟ أكبر سر في العالم. أجل، وهذا الحجر موجود في الخارج، سأريكم مكانه. هذا مذهل. أجل، ها هو. ماذا كتب هنا؟ مكتوب أن ليزي تاون يجب أن تبقى دائما. ماذا؟ أن تبقى ماذا؟ هذا فقط ما هو مكتوب. عندما فشل روتين بيرد في معرفة ذلك حطمه، والآن ذلك الجزء مفقود. مفقود؟ لا، إن الجزء الآخر من هذا الحجر موجود في مكان ما ومدفون في صندوق كنز القرصان، ينتظر أن يأتي أحد يوما ما ويخرجه. هناك المزيد، وإذا وجدت الحجر علينا أن نتبع كل ما هو مكتوب عليه. هذا الأمر حقا غريب. حسنا، إذا قام أي أحد وهو أنا بصنع حجر مزيف، عليهم أن يفعلوا كل ما أكتبه عليه في الحال. حان الوقت لأستعمل مهارتي في النحت في أمر مفيد جدا. كل ما سأفعله هو كسره الآن ليطابق النصف الآخر تماما. مطابق تماما. الآن سأدفنه في مكان ما كي يجده هؤلاء الأولاد. حان وقت التنكر. أيها الأمدة، اقرأ لنا المزيد عن القصة. أجل، المزيد من القصص، المزيد. أجل لنرى. الناس في ليزي تاون شعروا بالخوف ولم يتمكنوا من اعتراض روتن بيل.
لكن يوما ما جاء بطل ليضع حدا لروتنبيرد ولأعماله السيئة. بطل. ثم راحا يتعاركان. قفز البطل على حائط وكاد أن يسقط، لكنه سحب سيفه وقفز إلى الأرض. عجبا، هذا ممتع. أجل هيا تابع. تشقلب خلف روتنبيرد، انزلق تحت رجليه، وأخيرا هزمه. لكن روتنبيرد أقسم إنه سيعود يوما من الأيام. إنه خسران سيء جدا. من يريد البحث عن الكنز المدفون؟ أنا هيا. هلا أعطنا الكتاب. أجل بالطبع، لكن حافظ عليه جيدا. هذا الكنز لي أنا، إنه لي أنا. أنت يا قرصان ليزي تاون، سنجد صندوق الكنز المدفون مع حجر ليزي تاون. تقصدين أنا سأجده؟ هل تقصدين صندوق الكنز وحجر ليزي تاون العائدين لي؟ يا جماعة، هناك قرصان حقيقي يبحر في البحار السماء. هيا. هناك قرصان حقيقي وشرير أيضا. هيا. هناك قرصان هيا. حقيقي يأخذ كل الكنز ولا يتقاسمه مع أحد. أجل. لا. هناك قرصان حقيقي، إنه هناك. هذا رائع. رائع. مرحبا أيها القراصنة الصغار. إذا كنتم تبحثون عن كنز حقيقي ستبحرون تحت راية القرصان روتنبير. اسمعوا لي جيدا. أجل. انظروا معي خريطة. أجل. ومعي مجرفة، لكنني بحاجة إلى مجموعة من القراصنة التافهين أمثالكم. تافهين؟ لأجد تلك الغنيمة وبسرعة. قلت الآن؟ أحتاج إلى المساعدة لأجد الكنز. هيا. والآن هيا بنا. إليك الخريطة. خريطة. محارم ورقية. أجل. حليب. أكملي. شوكولاتة مغطاة بالأنشوفة. شوكولاتة. أجل. لا. هذه اللائحة لائحة البقالة خاصتي. هذه هي الخريطة الصحيحة. خريطة الكنز. هذه إشارة الأكس. الكنز موجود هناك. عندما رأيتكم عرفت أنكم ستكونون طاقماً مهماً لهذه المهمة. هيا بنا اصعدوا إلى السفينة. هيا أيها القراصنة الصغار. افعل ما تحب وتريد فأنت قرصان. يا عائلتي ما أحلى حريتي. افعل ما تحب وتريد فأنت قرصان. أنت قرصان. أجل. أين خريطة؟ خريطة. شيدنا إلى صندوق مغلق بالأقفال. أقفال. مدفون بعيدا سوف نبحث عنه. عنه. فهو مليء بالكنوز. سنفتح الأقفال بعدها نصرخ هوري. نبحر بعيداً. بعيداً نستكشف الأماكن. نلف وندور. لا نتعب أبداً. ومن جديد. هيا أنزل المرساد. ننزع المغاطس. لنبحر مجدداً. يا هاي هاي اقطع كل البحار فأنت قرصان. هيا بنا ارفع المرساد. يا الهاتف يا بنتي ما أحلى حريتي. ارفع ما تحب وتريد فأنت قرصان. يا جهار أينما ذهبتم ستكون الرياح خلفكم. السماء فوق البحر فأنت قرصان. فأنت قرصان. يجب أن يكون الكنز هنا. ماذا وجدت؟ قولي ماذا وجدت؟ وحل أيضا. ستيفاني استمروا في الحفر يا شباب. هل وجدت شيئا؟ في بعض الأحيان يجب أن تبحث أيها الفتى تحت
أنفك. حاضر أيها الكابتن. أجل. هاي. هاي. أجل. تحت أنفك. أجل أنت محق تماما. انظر تحت أنفك. تحت أنفك. تحت أنفك. أنفك. أها. أجل. إلى الأسفل. أجل. إلى الأسفل. ما هذا؟ لدينا رابح. تشبه علامة الإكس. الأجل والخريطة. إنها كذلك أيها الولد الصغير الذكي. شكرا. ابدأ عن طريقي يا هذا. ستيفاني، لما علي أن أحفر؟ لأن معي خطافا. هل ستحفرين؟ حسنا سأحفر. من الأفضل أن تحفري. حسنا. هل تحتاجين إلى المساعدة؟ لا. هيا ستيفاني. يا هيا. ماذا؟ يا جماعة، ماذا؟ أظن أنني وجدت شيئا. حقا. حسنا أخرجيه. هيا. إنه صندوق الكنز. واو، رائع، لقد وجدناه. حسنا يا جماعة ساعدوني. أجل. نعم. واحد، اثنان، ثلاثة. احذروا. هيا ضعوه على الأرض. أجل أجل، افتحيه افتحيه. ماذا يوجد بالداخل؟ حجر ليزي تاون المفقود. علي أن أخبر سبورتك. إنها فكرة رائعة. هيا أسرع. حسنا، إلى اللقاء. اذهب وافعل هذا. وصلني بريد. لقد وجدنا الجزء المفقود من حجر ليزي تاون. ستيفاني، لقد وجدوه. هذا رائع. وجدتم النصف الآخر من الحجر؟ أحسنتم. شكراً. هذا يوم تاريخي في التاريخ. إنه مطابق تماماً. ليزي تاون يجب أن تكون دائماً. أجل. كسولة. أجل. كسولة. أجل. عجباً عجباً، هذا هو السر الذي كنا بانتظاره. هذا مكتوب على الحجر. ماذا يعني هذا سبورتكس؟ أريد أن أعرف لماذا تسألين هذا الأخرق الغبي. الجواب واضح مثل الخطاف في يدي هذا. ماذا؟ هذا يعني أن على الجميع أن يكونوا كسالى. كسالى؟ هناك خطب ما. أظن أنه لا يمكننا فعل شيء إذا كان هذا ما يطلبه الحجر الشهير. أجل. هل هذا يعني أنه لا يمكنني الرقص مجددا؟ ولا حتى رقصة البحار أيضا. لا 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 يمكنها الرقص. ستيفاني. 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 والشقلبة ممنوعة. ستيفاني، هل أنت بخير؟ هناك خطب ما هنا سبورتاكس. أنت محقة، هناك خطب ما. أخيرا عم الهدوء والسلام في ليزي تاون إلى الأبد. هذا حقا ممل جدا. ألا تقوم بأي شيء هو أسوأ شيء في الحياة. إنه الأسوأ. نعم. لا أصدق هذا. علي أن أمضي الصيف من دون أن أفعل شيئاً. كل هذا بسبب ذلك الحجر السخيف. ماذا؟ خريطة كنز أخرى. علي أن أخبر الأولاد. يا جماعة، ريكي، انظروا ماذا وجدت. إنها خريطة. خريطة كنز. خريطة كنز. هيا لنذهب. رائع. هيا بنا. هيا لنذهب. هذا عمل صعب. احفر أيها الكسول. لما لا تساعديننا؟ لأنه لدي خريطة. نعم. وخطاف. والآن احفروا جيدا. هيا. حسنا. نستمر في الحفر.
أجوب البحار، أجوب البحار، أنا وطائري. مرحبا، أظن أنني وجدت شيئا. حقا؟ احفر أسرع. ما هو؟ ما هذا الصوت المزعج؟ هم يحفرون. هذا ليس عملا كسولا، يجب أن أوقفهم وفي الحال. مرحبا، ماذا تخلون نفسكم فاعلين ايها الصغار؟ نحفر لاخراج كنز جديد. اسف، فهذا الامر مستحيل جدا. لماذا؟ لانه لا يمكنكم ايجاد الكنز وانتم مقيدون الى شجره. مقيدون. احد ما في ورطه. الشقلبة غير مسموحة. مهلا، لا يمكنك أخذ كنزي. شاهدني أفعل أيها الغبي الصغير. لكن لا يمكنك أن تتركنا هنا وحدنا. عاد. توقف عن القفز والا قضيت عليك. سبارتاكس في مشكلة. البطل في الكتاب. أوه لا، الكتاب. تريكسي اقرأ الكتاب. أيها الكنغرو الأزرق، لقد أعطاه الكنز. أمسك بالسيف. لا، ليس معي سيف. أمسك بأي شيء. لا 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 لا. احذر مين؟ لا، اقفز على الحائط. أجل. لقد سقط. سبورتكس انتبه. كما البطل في الكلاب. اقفز فوقه. انزلق بين رجليك. واو، انقله هيا. ماذا؟ سبورتكس ادفعه قليلا. حسنا. وما ادراك، غبي في حفرة. واو، هذا ليس قرصانا، انه روبي. روبي روتن. لا 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 لا، انا قرصان. قرصان. كنت اشك من البداية في انه قرصان. أراد أن يأخذ مني كنزي. هل أنتم بخير؟ أجل، بخير بخير. شكرا لك سبارتاكس، شكرا لك. ما هو الكنز بأي حال؟ أجل، ما هو؟ أظن أنه الكنز الحقيقي. هيا لنذهب. أيها العمدة. أجل، لقد وجدنا الحجر. نعم، أجل. ماذا نريد أن نعرف؟ ليزي تاون يجب أن تكون دائما. أجل، أجل، أجل. سعيدة. هذا سهل علينا، فقط أن نبتسم. هذا سهل عليك أنت. هيا هيا بنا، هيا بنا. بين بانج ديجي ديجي دانج، كلمات غريبة أغنيها. بين بانج ديجي ديجي دانج، كلمات أجهل معانيها. تعالوا لنرقص كلنا، تفيد جسمنا. إلى أعلى ونطق نستدي.
أن تبتسم. ها أنت. الباب. دم درن 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 درن. إنه العمدة. المضرب رقم 3. ليزي تاون، الأجمال في الكون. هنا روبي يخطط للشر وسبورتاكس يسعى للخير. ستيفاني الرقيقة، لزيجي أفضل صديقة. مع بيكسل ستينجي وتريكسي أيضا سيمرحون معا. حيوية ونشاط، الحياة في ليزي تاون. لن تشعر معنا بالأحباط، سنفرح في ليزي تاون. بطلة ليزي تاون الخارقة الجديدة. مفكرتي العزيزة، يساعدنا سبورتاكس دائماً، وأنا أتمنى أن نفعل له شيئاً ما. 148 149 150 51 52 53 54 55. رائع. مرحباً عمي، إلى اللقاء عمي. ستيفاني، نسيت فاتورك. الفطور هو أهم وجبة في اليوم، يحتوي على الكالسيوم، البروتين والفيتامينات، فيتامين ألف، فيتامين باء، وفيتامين. لا وقت لدي، سأذهب إلى اللقاء. أراك لاحقا. أين ذهبت فطيرتي؟ 199 و100. سبارتاكس رائع. لم أكن أعرف أن الأبطال الخارقين عليهم أن يتمرنوا كل يوم. أيمكنني الركض والقفز معك؟ طبعا، لنبدأ بحركات الإحماء. حسنا. أنت جاهزة؟ حسنا، لنبدأ. اثنان بعد. إلى الجانب، هيا. إلى الأسفل، إلى الأعلى. حسنا، إلى الأعلى، إلى الأسفل، إلى الأعلى. مرة أخرى، إلى الأعلى، إلى الأسفل، إلى الأعلى. مرة أخرى. أنت جاهزة؟ إلى الأسفل. 1 2 3. إلى الأسفل. جاهزة؟ 1 2. اتبعيني، هيا. هيا ستيفاني. أنا آتية.
هيا جاهزة؟ انطلقي. حركيها إلى الخلف. هيا ابدأ. هيا لنذهب. اتبعيني. هل أنت بخير؟ أجل، شكراً سبارتاكس. أهلاً بك. ألا تتعب أبداً؟ كيف ذلك؟ أنا أتمرن، أنا مجيداً وأكل جيداً. لم أتناول الفطور اليوم. لم تفعلي؟ لا. اذهبي وقفي تحت تلك الشجرة وأغلقي عينيك. حسناً اذهبي. أغلقي عينيك. حسناً. ومدي يديك. حسناً. شكراً سبارتاكس. أهلاً بك. علي أن أذهب. السلم. تابع التمرن. شكراً سبارتاكس. يظن أنه ماهر جداً. علي أن أضع ذلك الرجل عند حده. ماذا؟ ماذا؟ هذا الرجل يغضبني كثيراً جداً. حسناً أنا جاهزة. 3 2 1 انطلاق. أحدهم في مشكلة. تقعين يا تيكسي. أجل، شكرا سبارتاكس. أظن أنه علي تحسين قيادتي. على الأقل ارتديت خوذتي. هذا صحيح. حاولي أن تكوني أكثر حذرا. أجل طبعا. لاحقا. حسنا. السلم. واو تيكسي، هل أنت بخير؟ أجل أنا بخير. كانت جولة مسلية. أعرف كان ذلك رائعا. أوبس، كانت هذه فكرة سيئة. أجل، آمل أن تكون نقودي في أمان في الداخل. إذن أنقذك سبارتاكس. أجل، أنقذني. من؟ دائماً يقوم بأشياء لطيفة. من يقوم بأشياء لطيفة؟ سبارتاكس، دائماً يقوم بأشياء من أجلنا. علينا أن نفعل شيئاً من أجل. أجل، فكرة رائعة. مثل ماذا؟ حسناً، لنكتب بعض الأفكار. أجل، لنفعل هذا. أجل، أفكر، 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 أفكر. لا شيء. حسناً، أولاً علينا أن نبقى بعيدين عن المشاكل. صحيح. أحدهم في مشكلة. النجدة! 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 شكراً سبارتاكس، شكراً. أهلاً بك. هل تريد حلوى؟ لا شكراً. أجل زيجي. علي أن أجد طريقة للتخلص من سبارتاكوك. ماذا لو تنكرت؟
زي بقرة. أذنان كبيرتان جدا، منتفخ الشعر. إنه فارغ مثل رأسي تماما. لا أعرف ماذا سأفعل. ما زلت لا أعرف. واحد، اثنان، ثلاثة. صخرتي تسحق مقصك. ولماذا؟ لأن صخرتك لي أنا. يا رفاق يا رفاق، احذروا ماذا حصل. ماذا؟ لقد كنت على شجرة هنا هذا الصباح أبحث عن الحلوى وسقطت عن الغصن. أنت دائما تفعل هذا. لكن سبورتاكس قام بإنقاذي. مستحيل، سبورتاكس أنقذني أنا أيضا. وأنا مهلا، لم ينقذني أحد. لماذا لم ينقذني؟ ماذا عن حاجتي لينقذني أحد؟ حاجتي حاجتي حاجتي. حصلت على ما تريد. شكرا سبورتاكس. واو، رائع سبورتاكس، لقد أنقذته. تقوم بأشياء من أجلنا، علينا أن نفعل شيئا من أجلك. لكنني أحب أن أنقذ الناس. لابد من أنك مرهق. كلا، لا أشعر بالتعب أبدا وأنا أساعد أحدا في مشكلة. في مشكلة. هل معنا كل شيء؟ أجل، أظن ذلك، كل شيء في مكانه. لقد قررنا أنك تستحق يوم عطلة. لا أعرف كيف أكون في يوم عطلة. هذا سهل سبورتاكس. راقب جيدا. حسناً، أولاً اجلس باسترخاء، الرأس إلى الخلف. خذ نفساً عميقاً. لا تفكر في شيء أبداً. أنا لم أفكر في شيء يوماً. زيجي. أو نعم. دع كل شيء. زيجي. زيجي. لم أكن نائماً، كنت فقط أريح عيني. استراحة عمدا. إن الأمر كله يتعلق بالاسترخاء. أنا لم أسترخي يوماً في حياتي. ماذا؟ لا. هيا بنا. أجل، دعيه يرى. زيجي، أنت سيء في الاسترخاء. إلى الخلف، إلى الخلف. حسناً. هيا. تعال، لا تقلق، الأمر سهل. ابدأ الجلوس على ذلك الكرسي. ماذا؟ سأجلس ولا أفعل شيئاً طوال النهار؟ أجل. أنا لا أستطيع فعل هذا. يمكنك ذلك، ثق بي. الجلوس ممل جداً. أعني أنا سبورتاكس، أحب أن أتحرك. الحركة تنشطني، بينج بينج بانج، مستعد ليومي. اقفز بخفة فتصبح قوياً. اجلس، أرح نفسك، استرخي قليلاً، فقد جاءت المساعدة. هيا هيا تنشط، لا للكسل في ليزي تاون. لا لا، أنت استرح، سأهتم بليزي تاون. هيا عبر عن نفسك، أريهم من تكون. لا لا، أنت أسترح، سأهتم بليزي تاون. اجلس. لا، نحن معا، لا للكسل في ليزي تاون. هاي هاي، غنوا معا، لا للكسل في ليزي تاون. لا للكسل في ليزي تاون. هذا مبدع. لا للكسل في ليزي تاون. الانطلاق. أنا أيضاً. توقف. لكن لا. حسناً، لكنك أنا... في عطلة. طبعاً. أراك لاحقاً. أراك لاحقاً. أو وسبورتاكس. نعم. أعطني البلورة. بلورتي؟
لكن ماذا أفعل لو احتاج إلي أحد؟ لا يمكن أن يحتاج إليك وأنت في عطلة. حسناً، لست متأكداً. ليوم واحد فقط. حسناً. شكراً، استمتع بعطلتك. يمكنني القيام بهذا ليوم واحد. من الأفضل أن أراقبهم فقط لأتأكد. كتب هزلية لك. شكراً. تريكسي، ابتعدي عن المشاكل. لا تقلق سبورتاكس، كيف يمكننا التورط في مشاكل؟ مشاكل؟ سبورتاكس يحب المشاكل. أنا سأريه ما هي المشاكل. سيكون هناك الكثير من المشاكل. سيظن أن الحياة هي عبارة عن مشكلة. مشاكل مشاكل مشاكل. إنها حلوة، كنت قد نسيتها. يا رفاق، يظن سبورتاكس أننا سنتعرض للمشاكل في غيابه. ماذا لو حصل ذلك فعلا؟ صحيح. إذا كان سبورتاكس في عطلة، فمن سيهتم بليزي تاون وكل أغراضي؟ كانت هذه فكرتك سبني أجل. لدي فكرة، ماذا لو كنت أنا البطل الخارق؟ كنت أتمرن مع سبورتاكس، انظر. لا، مستحيل. راقبوا يا رفاق. هيا لنرى. ماذا؟ لم أعرف أنك تستطيع. ترى، رائع جدا. جيد جدا. مثل سبورتا ستيفاني حقيقية. هيا له من اسم رائع. أجل. سأعود فورا. عجبا، إن كانت هي من سيحمينا فنحن في مشكلة كبيرة. وأغراضي أيضا. أجل. عمي، أحتاج إلى فطور صحي. أجل أجل، لنرى ماذا لدينا هنا. شكرا. تفضلي. ماذا لدينا هنا؟ فطائر. طبعا، لماذا قررت تناول الفطور؟ أقصد بهذه الحماسة. سأكون بطلة ليزي تاون الخارقة. إذن تناول المزيد. يحتاج البطل الخارق إلى الكثير من الطاقة. إذن ما هو الزي الذي سترتدينه؟ الزي، نسيت أمره كليا. سأعود فورا. يوجد لعبة في الداخل. ديناصور مخيف. حسناً، ما رأيك في هذا؟ برافو. ما الذي أفكر فيه؟ مرحبا سيد ديناصور، هل تريد تناول الرقائق هذا الصباح؟ تفضل. ما رأيك في هذا؟ ستيفاني، توقفي عن التسلية. سيد ديناصور، انظر إلى هذا. ترى، هذا هو. شكرا عمي. لكن ستيفاني، إذا كنت أنت البطل الخارق، ما الذي سيفعله سبورتاكس؟ هو يستمتع بعطلته. أجل، قلت عطلة؟ يمكنني أن أفعل هذا، يمكنني أن أفعل هذا. أجل، حسناً، انتهت دقيقة من فترة العطلة، بقي فقط 1000 من الدقائق. سبورتاكس، من المفترض أن تستريح. أوبس، أنا أفعل ذلك. نعم، أنا أستريح. هذا مريح فعلاً، أعجبني الأمر.
أجل. شكرا. يمكنني أن أفعل هذا. حسناً. كيف سأنقذ أحداً إذا كنت أشعر بالخوف؟ لقد نجحت. إذن سبورتاكس يبحث عن المشاكل. إذن سأعطيه مشاكل مع 4 أرجل، ذيل صغير، وأسنان مدببة كبيرة. سوف أصنع كلباً آلياً شريراً جداً، سوف يهجم عليه عند سماع كلمة مشاكل. هل أنت كلب جيد؟ لا، أنت كلب سيء. حسناً، والآن سأحرك المفتاح. 1، 2، 3. مشكلة. لا 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 لا، توقف، أرجوك توقف، قلت لك توقف. لا لا لا. كلب لطيف. تشغيل. سوف يكون يوما رائعا جدا مع صديق الكلب إلى جانبي. سنقلب ليزي تاون رأسا على عقب، أليس كذلك أيها اللطيف؟ ها؟ هذا صديقي الوحيد وهو شرير بالتأكيد، مغرم بالأحذية، هي له كالتقنية. ماذا؟ يسير في الشوارع، يعض الناس ويصارع، يمح، يلهث، يفاجئ، يشم، يظهر أنيابه ويهاجم. كلبي الصغير أحبه، أشغله وأطفئه، ينبح دوما دوما دوما، ولا يخاف يتخلص من الأشقياء. في
الشمس تلمع أنيابه، الكل يخافه ويهابه، البراغيث تملأه وفي القتال تساعده. سبورتاكس أهزمه، أنا وكلبي سنحطمه، مع خطاتي الذكية سأجعله يرحل من هنا إلى الأبد. أحب كلبي الألي الشرير والوحشي. ينبح دوما رف رف رف، دوما دوما رف رف رف، ولا يخاف يتخلص من الأشقياء. مرة أخرى رف رف رف، ينبح دوما رف رف رف، دوما دوما رف رف رف، ولا يخاف يتخلص من الأشقياء. تفضل. استرخي فقط سبورتاكس. حسنا. جاهز؟ ها. إنها جيدة. أعجبتك سبورتاكس؟ ماذا؟ إنها جيدة بالفعل. ماذا تتوقع؟ أنا دمجتها. هذا قليل من الموسيقى الصاخبة والمزيد أيضاً. أجل، لا مشكلة أبداً. ها. مشكلة. مشكلة 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 مشكلة. أنا سبورتاكس، أحب أن أنقذ الناس كثيراً من المشاكل. مشكلة. مشكلة 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 مشكلة. كلب جيد، أقصد كلب سيء. ترى. واو، أنت رائعة فعلا. احذري يا ليزي تاون، أنا سبورتا ستيفاني. زي جميل جدا. جميل، إنه رائع. شكرا لكم. من ستخلصين أولا سبورتا الصغيرة؟ أنا؟ من يحتاج المساعدة أولاً؟ عجباً. وقعت تلك الهرة في الشجيرات. لا تقلقي أيتها الهرة، سأنقذك. واو، حركات جميلة. أنت بأمان الآن أيتها ال... عمل رائع ستيفاني، أنت بطلة رائعة. لكن خلصت ريشة تنظيف الغبار. حسنا، هذه بداية. واحد. بورتاكس. اثنان. ثلاثة. بورتاكوك، أين أنت؟ أربعة. لدي مفاجأة لك. خمسة. لابد من أنه هنا في مكان ما. متأكدة أنه يجب علينا أن لا نأتي بسبورتاكس في حال حصل شيء ما؟ لا، سنعطيه عطلة مهما جرى. لن يحدث شيء آخر اليوم، لن تقومي بإنقاذ حقيقي. إنقاذ حقيقي؟ ما هذا؟ أين هو سبورتاكوك؟ سبورتاكوك؟ أقصد سبورتا. ذلك الرجل.
أياً كان. هل يقصد سبورتاكس؟ أبحث عنه في كل مكان. هو ليس هنا، إنه في عطلة الآن. قلت عطلة؟ لا أصدق هذا. لا يوجد بطل خارق عندما تحتاج إلى واحد. بلى يوجد. تترارا، أنا. أنت؟ ما المضحك؟ أنا سبورتا ستيفاني، أحل مكان سبورتاكس في حال حدوث أي مشكلة. مخيف جدا. لم أعرف أنها تركض بهذه السرعة. ولا أنا. اهربي اهربي، إنه كلب مرعب. اهربي اهربي. هي ليست سبورتاكس، لكن هذا أفضل من لا شيء. علي أن أهنئ نفسي على ما فعلت هذا اليوم. اهربي اهربي، إنه أظن أنني سأذهب وأشتري المثلجات. في الواقع المثلجات مذهلة. أنا قلت مذهلة وليس مشكلة. قلت مشكلة. قلتها مجددا. ماذا؟ أنا في مشكلة. أحمل المسؤولية لسبورتاكس. آمل أن يمضي عطلة سيئة جدا. تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون وعشرة آلاف. موسيقى رائعة للتمرين، لكنني في عطلة. علي أن أسترخي. وعدت الأولاد بأن أسترخي. لا أستطيع فعل هذا. ابعد ابعد. اذهب من هنا، هيا. لا، اذهب من هنا. أيها الوحش الهمجي. يجب أن أصنع ساندويشاً بدلاً منك أيها المتوحش. لا، اذهب من هنا. اذهب من هنا. انظرا، لقد تسبب الكلب في احتجاز روبي فوق تلك اللوحة. إنه في مشكلة حقيقية الآن. ماذا سنفعل؟ ماذا؟ يمكنني النزول الآن. نحن في مشكلة حقيقية الآن. تلك الكلمة تتسبب في غضب ذلك الشيء. هيا بنا. هيا هيا بسرعة. ماذا سنفعل؟ بسرعة. هذا الكلب ليس لي. هيا.
هيا اسرعا سيصل. اهربا اصعدا هيا هيا بسرعة اصعدا على السلم هيا اصعدا بسرعة هيا اغلق الباب بسرعة اسرع اغلق الباب هيا هيا هذا مرعب كلب مرعب كلب مخيف يجب أن أفعل شيئاً يعدني ذاك الشيء لكن ماذا سأفعل؟ أنا عالق لا يمكنني النزول إلى الأسفل أو لا سوف أبقى عالقا هنا إلى الأبد رجلي لن تلمس الأرض مجددا العصافير ستبني عشاشها على رأسي والأولاد سيمرون من هنا وينظرون إلى الأعلى ويقولون انظروا إنه رجل اللوحة الأبلة النجدة النجدة ستيفاني ساعدينا ولكن ماذا يجري؟ سوف أرى ماذا يجري يوجد كلب متوحش هنا تفضل خذ بلورتك واو الجميع في لا تقل هذه الكلمة لما لا عندها سوف يهاجمك الكلب حسنا الآن انتهى وقت العطلة هل أنت جاهزة؟ أجل هيا لنفعل هذا أنا جاهز ستيفاني هيا أركضي ستيفاني أنت أنقذي الأولاد وأنا سأنقذ روبي حسناً هيا يمكنك القيام بهذا كنت تصلين روبي مرحبا يا رفاق نعم سبورتا ستيفاني لا تفتح الباب لا تفتح الباب ما الذي سنفعله ستيفاني تريكسي أجل اربطيني جيدا لا مشكلة ماذا ستفعلين سأنزل الآن أجل سيأكلك الكلب على الفور كوني حذرة حسنا جيدا روبي أنا قادم نوب واو واو روبي روبي انزلق على هذا السلم لا هذه خدعة لا ليست خدعة يمكنك أن تفعل هذا لا ستدفعني لتتخلص مني لا لن أفعل هيا ثق بي هيا هيا لا. واو اترك رجلي أنا أحاول أن أساعدك روبي أنزلوها حسنا يمكنني أن أراها
حسناً، هل أنت جاهز؟ و خطوة أخرى بعد؟ لا بأس. حسناً رابي، هيا انزلق. لا 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 لا، لن أفعل هذا، لن أفعل هذا. هيا. لا لا تدفعني، لا تدفعني. أنا لا أدفعك، لكن عليك أن تنزلق إلى الأسفل. لا، لن أفعل هذا، لن أفعل. سأفعل. أمي. هي معلقة أمام الكلب. ادفعوني. ارفعوا. ستيفاني، كرة القدم. والآن إلى الأسفل. لقد نجحت. تمكنت منه. عمل جيد ستيفاني، سأتي على الفور. والآن لا يمكنه النزول أبدا. سبارتاكس. أجل. نجحت ستيفاني. لقد أنقذتني، شكرا جزيلا لك. علي الاعتراف يا زهرية، كنت جيدة. أجل. حسنا، أحدهم ساعدني قليلا. أحسنت. يا رفاق، أظن أن ستيفاني تستحق الكرة. أجل. نعم. شكرا. سبورتاكس، آسفة لأنني أفسدت عطلتك. حسنا، إنقاذ الناس هو أفضل عطلة بالنسبة إلي. أجل. ربما بالنسبة إليك، لكن بعد ما حدث اليوم أظن أنه أنا من يحتاج إلى عطلة. إلا مسببا للمشاكل. مفكرتي العزيزة، اليوم كان يوما رائعا. هاي، الثامنة وثماني دقائق، حان وقت النوم، يجب أن أنام. السرير. علي أن أنام لأحصل على الطاقة التي أحتاج إليها. أرغب.
ماذا؟ 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 آمل أن تكون مرتاحاً.